بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر أنواج، المدير المكلف بمؤسسة التفتح الفني والأدبي الإنبيعات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير توتنهام. نتواجد الآن بمجموعة مدارس الإمام البوصيري التابعة لجماعة تغازوت في إطار القوافل المخصصة من طرف المؤسسة للتلاميذ وأطر المؤسسة التعليمية المتواجدة بالوسط القروي، والتي الهدف منها هو نقل الخبرات والمعارف التي يمتلكها أطرنا الفدة في مؤسسة التفتح الفني والأدبي من أجل خلق فرص لصقل المواهب والطاقات والعطاءات الفنية لمتعلمينا وأطرنا في المجال القروي على حد سواء. وهذه هي القافلة الرابعة الحمد لله التي نظمت على المستوى الوسط القروي، والتي لاقت استحسانا كبيرا وحققت نجاحات تترجم بحق الأهداف الرائدة المتوخاة منها والعناية المتميزة للسيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمؤسسات الوسط القروي. وهذه القافلة يؤطرها كافة السادة الأساتذة العاملون بمؤسسة التفتح الفني والأدبي قطب الفنون، وهم 7 أساتذة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وتقنيات الصوت والصورة، والتي يستفيد منها في هذه الآونة كافة متعلمي وأطر المؤسسة في هذه الورشات التي ذكرت قبل قليل. والحمد لله لاقت استحسانا من طرف الجميع، من انطلاقا من القافلة الأولى إلى الحمد لله المحطة الرابعة التي تؤطر الآن، وهي القافلة الرابعة. وهذه العملية الحمد لله هي حققت كما قلت المتوقع منها، ونتمنى لها الاستمرارية.